نعم أستاذي، تعويض العسل الشفاء للمرة الثالثة على التوالي تعرضه في مهرجان أو معرض الجهوي للفلاحة، المنتوجات الفلاحية. نعم الحمد لله، نحن تعاوني عسل الشفاء وأنا الممثل ديالها رئيس التعاونية زكريا البرقي، والحمد لله هذه كما قلت المرة الثالثة اللي كنعرضوا فيها في المعرض الجهوي للفلاحة، والحمد لله أجواء طيبة. والأصل من هذا العرض هو التعريف بالمنتجات ديال التعاونية اللي هي بدأت في 2008 وعندها تقريبا دابا 10 سنوات ديال العمل، وتنتمناو على الله تنتمناو التوفيق لنا والعارضين. ما هي الإكراهات التي تعترضكم في تسويق منتوجاتكم؟ كما يعرف الجميع يعني المنتوجات المجاليه او لي برودوي التيروار هي من المنتوجات يعني الصعبه للعرض والبيع، لانها تعتمد على الثقه، والثقه الان اصبحت عمله نادره شيئا ما. ولكن الحمد لله بالنسبه لنا احنا كتعاونيه يعني كاينين عندنا يعني كنسوقوا المنتجات ديالنا في اكثر من مدينه في المغرب، كنرسلوا المنتوجات ديالنا للدار البيضاء، عندنا في الشمال في طنجه، الحمد لله هنا سلا الرباط، الحمد لله الامور مزيان. لا هل لمستم مؤخذات او بعض النقط السوداء في هذه الدوره الثالثه؟ هذه الدوره الثالثه الحمد لله كان تنظيم مزيان، الامور مزيانه. المشكل اللي كان هو التوقيت، التوقيت ديال العرض كان جا يعني احنا بدينا في 19/24، والمعلوم ان مدينه الرباط غالب ديالها موظفين، والموظف يعني الاغلبيه تيتخلصوا من 24 في اخر الشهر، يعني هذا هو الاكراه، يعني الناس تدخل وتتسارى شي شويه وتتشوف المنتجات، ولكن القدره الشرائيه شي شويه كتكون في اخر الشهر ضعيفه. ولكن يعني على المسؤولين يعني في الدراسه ديالهم هذه المشاريع وداك الشيء يكونوا واعيين بكاع النقاط، كاع باش ما يطيحوش فيها المره القادمه ان شاء الله.